الصباح تعرنا نغطور تقاليدني قديما يعني مليح يجن حاجة مليح ومدش غيني غتقمري الصباح نشي نترحب مرز يسحب ضربي ذا فاس مكناس كوش فمشن دي مغربين مرة شن ترحب سكوش شنو عام بول حق دخشان يجن المنطقة نعرف قانش قاس الحق خي غابين شنو عام بول حق خي غابين قع فمشن كوشين تحب هذا مدش غيني المعرض الصباح تعرنا نهضر حوايج نقضي من المنتوجات سبحان فهمت يا ديو عبي شا ديو عبي مزي غنسقش البيلة سازي المعريضة البيلة اللي استمغاه ننسوها لك توالي المات السلام عليكم كيوم رانيا كيك يجيسنا النظا غاري بروجين المملحة الحلويات تقغ باستيلين جوز تقغ باستيلين العادي القاويت غاري المملحة جميع الأنواع النس غاري تقر تحليات تقر بالنسبة لي شهر رمضان ديني شبكية ديني سلو ديني غنغ تحليات ديني باستيلين جوز جميع الأنواع النس ديني باستيلين العادي عاود ديني تصن أنواع المملحات بالنسبة عودي شهر رمضان المبارك بالنسبة للمشاركين ذي ذي المعرض تاني تا المشاركة والسنين تغادي جا شارك ذي المعرض ني دي اوتيل ميركور ثاني تا المشاركين والسنايل الحمد لله في الاقبال مليح دي دي اكيو ذان يعني تسنيد لي كوموند الحمد لله زنزغ الحوايج زماره بالنسبه للمؤسسات عاودي شهر رمضان تمني ان شاء الله دكادي ويا غزاف ان شاء الله شكرا الحمد لله ديني الاقبال ديال الزوار الطاس كل ما تكون ها يعني تقر حاجة جديد غنغ المعرض دي سع شايم كون ها سوجد غيش حاجة جديد تمني غادي غا حسن الظن ديالكم شكرا سوفوس صافي تشكر لك كنيو تشكر لك المغرب شكرا لك خاص النمره التليفون حيت غير كلمه اخيره من تاعنا كلمه هنا ديال تغني ديال الفرجه مرحبا بكم مرحبا شكرا السلام عليكم معكم اسمهان مقاولة صاحبة علامة تجارية بيلا أكاسيا كوسميتيك المبدأ ديال المنتوجات ديالنا هو صناعة مستحضرة تجميل بمواد آمنة كنقلب ديما على بديل الآمن والمنتوجات اللي كيحتاجوهم البنات وكيقلبوا عليهم بحال مورد الشفا والخدود اللي كنخدموا بالماء ديال الفاكهة والتقنية هذه ما معروفاش بزاف يعني كنخدم بماء الفواكه عوض الماء المقطر العادي وكندخلت خلاصة الفواكه بحال فاكهة الحب الملوك السوغيز الفريز فاكهة دراغون روج التنين الأحمر زائد فيتامين أو كاين كذلك مزيل العرق حتى هو خاصة البنات خاصهم يستعملوا مزيل العرق اللي يكون طبيعي ما فيهش أملاح الألومنيوم ومواد اللي ضارة كنعتمد فيه على مواد أمينة بحال أكسيد دو زنك اللي هو مضاد الالتهابات وكيتستعمل في الكريمات ديال الالتهابات ديال لي بيبي زائد بيكربونات الصودا فيه النشا فيه زيت أساس الخزامة وكنتفادى العطور في المنتوجات ديالي كنستبدلهم الزيوت الأساسية اللي هي كتدخل في لاغوماثيرابي يعني العلاج بالعطور وعندها خصائص علاجية على الجسم وشكرا بارك الله فيكم المعرض رائع رائع من جميع النواحي لم التنظيم لم التصيير يعني معرض زوين بزاف في المستوى بطبيعة الحال الإقبال في النهار الأول تبارك الله كان إقبال واخا هذه أول مشاركة لي مع الغرفة الصناعية لكن ثالث مشاركة من المعرض تبارك الله زوينة طبيعة الحال زوينة شكرا خمسة مؤثرة في مركز تكوين المسعفين بالناظور احنا كنتواجدوا في المعرض الجهوي للصناعة التقليدية الرواق ديالنا كما كتشوفوا هو مستعد لاستقبال اي مصابين لا قدر الله الا وقعت شي حاجة سواء من العارضين ولا من الزوار زائد اننا كنعرضوا المعدات ديالنا ديال الاسعاف الفروقي بالنسبة للمسعفين المبتدئين اللي كيتكونوا عندنا وهذه فرصة انهم كيجيو للمعرض منها كنشجعوا الصناعه التقليديه وكنشجعوا المعرض منها كيعرفوا هذه المعدات لان شي مره ما كتسمحش الفرصه لانهم يلا كيكونوا جداد احنا هنايا كنتواجدوا ان شاء الله من هذه يومين
وغادي نبقاو هنا حتى ان شاء الله نهار 12 مارس. اكيد الاوليه اكيد كنشرحوا لهم سواء التكوين ديال الاسعافات الاوليه كيفاش كيكون، يعني كنعطيوهم العنوان ديال المركز ديالنا وشروط التسجيل، لان كاين عندنا تكاوين اخرى اللي كنعرفوهم بها وكنعرفوا بالخدمات ديال المركز تكوين المسعفين اللي كيتواجد بمدينه الناظور بشارع طنجه حدا محطه القطار. الحمد لله الاقبال البارح كان هجوم ماشي اقبال، كان هجوم، وكنشوف دابا انا عاد جيت كنشوف تبارك الله اقبال كبير اللي كاين، لان ساكنه الناظور متعطشين لهاد المعارض هادو، كتكون متنفس ليهم باش كيجيو يقتنيو المسائل ديالهم، يعني صناعه تقليديه سواء من المنتوجات، وهذا ما شاء الله تبارك الله عليهم، عندنا صناع تقليديين اللي كاينين في المستوى سواء على مدينه الناظور ولا بالنسبه للجهه ككل. عندنا مثلا هاد لي طابلو هادو كنخدموهم بطريقه تقليديه بالسماخ والمداد، وكنشتغلوا على المواد اللي هي موجوده عندنا في المنطقه، وهو الخشب ديال الارز والخشب ديال العرعار والخشب ديال الصنوبر. بالنسبه لهادو الديكورات الصغار هما ديكورات كنصاوبوهم من لي كون دو بان، هما ديال الصنوبر، واحد البذره تكون في شجر الصنوبر كنشتغلوا عليها وكنقسموها وكنبدعوا فيها باش نوصلوها للمواطن في واحد الحله اللي هي تتشرف الديكور في المنزل المغربي. بالنسبه لهذا السوبيرا والزليف ديالها، هذا ابداع ديال الصانع المغربي ديال الصناعه التقليديه مدينه ازرو، صناعه خاصه بمدينه ازرو. وبالنسبه للسباتيل والمعالق والمغارف، انتم كما كتشوفوا داكشي الروعه في التقنيه ديال الصانع التقليدي، وتنشكروا الجميع ومرحبا بكم في الرواق ديال مدينه ازرو. بالنسبه للاقبال الحمد لله، هذا اليوم الثاني في المعرض، كان نحمد الله ونشكره، وكنتمناو ان شاء الله يكون التوافد والاشهار على اعلى مستوى باش الصانع التقليدي يتنفع شويه في هذه المناسبه. وشكرا جزيلا للجميع. جميله اسكور ومقاوله ذاتيه من زاكوره. انا في الرواق ديالي كندير المنتوجات المجاليه ديال زاكوره، معروفه الحنه الكحل البخور وهذا السواك. كندير هذا اللباس التقليدي، يعني هذا كان خدمه كنخدموها باليد، يعني كنخدموها باليدينا. كنديروا فيها الكسوه، الجلابه، الشال، الفولاره، كنديروا الكروشي، هادشي ديال المد ديال البراد ديال البلاطو، داكشي الاثاث المنزليه ديال المشاركه زوينه. هذه رابع مره كنشارك في الناظور، هذه الرابع المره كنمثل مدينه الزاكوره ومنتوج الزاكوره، وكنشكروا اللجنه المنظمه لهذا المعرض، يعني ديما المعرض في المستوى واخا كيكون مزيان. الحمد لله مزيان. عندنا كليان ديالنا اصلا اللي كيكونوا لهاد السنين اللي دازو، وكاينين ناس جداد، يعني المنتجات طبيعيه 100%، الحنه زاكوريه بيغ، الكحله، كلشي زوين، كلشي طبيعي، كلشي هذا. ومرحبا بكم في الرواق ديال جميلاتكم. منطقه الريف يعني تقريبا عاد يلاه دوزنا معرض نيت في الدريوش، وعاد جينا الناظور ومنطقه ديال الجهه ديال الشرق كلها في المستوى وزوينه، وكنشكركم كلشي. السلام عليكم، انا سليلو احمد، صانع تقليدي من مدينه الجرشيف، وعندي هذه 43 عام تقريبا في الحرفه، عايش بها والله يجعل البركه والحمد لله. لا مزيان، الله يجعل البركه، الله يجعل البركه. انا المعرض ديال المغرب كلهم كنمشي مكرم، ما كلهم هما كيحصرموني وانا كنحصرهم، الله يجعل البركه، الله يجعل البركه، الله يجعل البركه.